إسراء لو بتشوفيها كيف جنت وحطت الرجال براسه وما عاد شالته، بس بقلك شي طلع واحد ودعس على عرق زمرد. أنا فرحانة كتير والله، بس اليوم كنا عم نحكي أنا وزمرد ومن ضمن الحديث كانت عم بتقلي الأولاد ما تصالحوا، لازم يتصالحوا خلص بقى. لأ هلأ خالة زمرد قالت هيك؟ لك ايه زمرد؟ قالوا شو؟ مروان زعلان كتير ومقهور يا حرام، مو هي زعلانة عليه؟ ايه أمي وحياتك رح يزعل كتير لسا. خلص إسراء افرطيها. خير أمي شو القصة؟ كأنك ما عم تسخي بصهرك؟ لا عم بسخفي، بعدين مانك شايفتني كيف سخيانة؟ واليوم كل النهار عم حاكيكي وأنا واقفة جنبك، حتى أخذت لك طقم شراشف على بيتك الجديد. وليكني عم طبق المخدات. حلوين كتير، سلم إيديكي. أمي البيت حلو بيطير العقل، عجبك ما هيك؟ والله يا إسراء البيت كتير حلو، ما عليه أي تعليق، بس يعني لو استنيتوا شوي كتير استعجلتوا بنتي. لا أمي ما استعجلنا أبداً. يعني ما بدي أطلس يضل بين هون وهنيك، وبدي مروان يعرف إنه خلص قراري أكيد. مروان عنده خبر؟ إيه أمي طبعاً عنده خبر، معقول ما يكون عنده خبر وإجا دغري؟ إيه وشو قالك؟ عصب شي عليك؟ لا ما عصب، وقال لي إنه هو تغير، بس نحن بنعرف مروان بعمره ما بيتغير. إيه طبعاً الناس بتتغير بنتي، بس بصعوبة شوي لما بيكون شاب مانو هيك. الإنسان بس يكون بعمر الشباب عم يتغير بسهولة. مثلاً لو مروان تغير أنت يعني ما رح تفكري فيه مرة تانية؟ يي أمي معقولة ما أفكر فيه؟ يعني برأيك سهلة الوحدة بعد هالحب تنسى؟ طبعاً طبعاً. يلا بنتي هلأ بعدين بشوفك. إيه وقتها كل أضواء الغابة اشتغلوا وطلع الصديق من ورا الشجرة وقال له هاي يا صديقي أنا هون، مالك شايفني معقول؟ إمتى رح يجي شريكي؟ ليك أمي بابا ما رح يجي، هو رح يبقى ببيته وأنا رح أبقى معك هون، اتفقنا؟ بس ماما أنا ما بدي هالكتاب، بدي كتاب الفراشات. أمي قلت لك كتاب الفراشات ضل بالبيت هنيك، ولهيك بدي أقرأ لك هي القصة، بس إذا ما عجبتك بقدر أقرأ لك من بقية الكتب اللي عنا، يعني في رجل الثلج وفي القنفذ الثاني، شو رأيك؟ لا أنا بدي كتابي هداك، خلينا نروح ونجيبه من بيتنا. نروح نجيبه من بيتنا؟ ليك أمي عتمت الدنيا وتأخر الوقت كتير، بكرة منجيبه ماشي؟ لا هلأ بدي إياه، خلينا نروح ونجيبه. طيب لك رح أتصل بأبوك وشوف إذا بيقدر يجيب لك الكتاب، تمام؟ تمام. طيب أخي وأنت عديت مثل ما قلت لك 1 2 3 وللعشرة كملتهم شي؟ عديت يا موسى، عديت، ولأنه عديت ما ضربته للرجال وضربت على الحيط، بديت وعديت 1 2 3. والله يا أخي ما قصرت، بس إيدك وضع صعب كتير أنت، يعني اضغط عليها بخف الوجع. ولو يا موسى خلي توجعني، معلش أنا ما عملت مشكلة هنيك، خلي توجعني للصبح بتمرق. وشفت الصدمة، شفت الصدمة اللي بيوش إسراء وبهالشكل، رح أقنعها أنه اتغيرت عرفت؟ بأي شكل رح رجعها وراضيها ورح تشوف. يلا يا رب إن شاء الله ترجعوا لبعض. أوف والله إيدك وضع صعب. هالمرة تليفوني أنت شوف. لحظة لشوف. أخي إسراء عم تتصل فيك. إسراء عم تتصل فيك شوف. كيف يعني؟ إسراء ما بتتصل. إسراء ليش بدها تتصل فيني؟ لك رد ليش؟ عليها. رد 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 أنت. رد 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 موسى. خلص أخي رديت، تمسك من إيدي. قالوا نعم إسراء. مروان مساء الخير، بس ما أكون عم بزعجك. الكتاب اللي بيحبه أطلس بأيام بالبيت عندك، كتاب الفراشات، إذا ما في مشكلة ممكن تمرق لنا إياه إذا بتريد؟ طبعا كوني أبوه بلاقي الكتاب وبجيبه لأبني الحبيب بعد شوي، ما تقلقي أنت. شوي شوي. طيب شكرا كتير ونحن ناطرينك. إيه شو صار لي؟ شو صار؟ قل لي شو صار؟ عم تطلبني يا عيني؟ بدها يعني حلو ايه؟ كثير هذا الكلام. كتاب أطلس، يا ترى بدها الكتب ولا بدها تشوفني؟ هي ما عرفتها بقى، هي بدي أعرف. عرفت شلون؟ أخي احتمال بدها إياك بحجة الكتاب. استمر على هالوضع، أنت صديق كتير منيح. شو هالحكي؟ كمل كمل هيك هيك. سكوت، أنا رايح شوف الكتاب وبعدين بدي روح لهنيك، تمام؟ يلا. وبعد هيك الفراشة راحت لعند رفيق النحلة ورجعت لكل الأكلات اللي أخذتهم منه وقالت له بعتذر. وهيك منتعلم إنه الأصدقاء ما بياخدوا شي من بعض بالزور، لازم يساعدوا بعضهم ويوقفوا مع بعض كتير. ومنتعلم هيك إنه لازم نتشارك، لأنه الصداقة شغلة حلوة كتير ولازم نحافظ عليها وعلى أصدقائنا.
نام. بتشكرك كتير مروان عن جد. شو هالحكي إسراء؟ هذا ابني أكيد بدي أعمل هيك. مروان شبه إيدك، ليش مجروحة؟ يعني ما في شيء، وأنا آية من الفرشة ضربتها على الكومدينة. كنت تحط ثلج أو كريم يعني مشان أنا منيح، ما يضل الجرح معلم. إسراء يلا رجعي عبيتك، بترجاكي ما تعندي. يلا هيك صعب علينا. القصة صعبة مروان، لو سمحت لا تصعب أكتر، لو سمحت. تمام معك حق، عم عصب كتير وعم اتصرف بدون تفكير، بس رح صلح بحالي إسراء، وعم أعمل كل شي بيجي من إيدي لحتى أتصلح. شوفيني لو سمحتي مروان. طيب مثل ما بدك. تمام أنا رح استنى تسامحيني. المهم الصبح بمرق باخدكن من هون ومنروح مع بعض على النشاط. لا مروان. إسراء بدنا نروح لهنيك عيلة، بتعرفي أطلس من زمان ناطر هاللحظة. ايه طيب، لكن بكرة منروح مع بعض. شوفك شوفك. ها صحيح هديك الطابة أخدتها، كتير بتشكرك. طبعا ما كنت بتمنى أقدمها بهالطريقة، بس ولا يهمك. صباحي على خير. وانت بخير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.